أهلا بكم من جديد مشاهدينا. ننتقل الآن إلى استوديو تلفزيون دبي في مقر إكسبو 2020 دبي مع زميلة هالة بوعلوان، ولقاء جديد يندرج ضمن فقرة رواد إكسبو للأعمال. صباح الخير يا هالة. صباح النور جهندة. صباح الخير وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حوار جديد مع شخصية ريادية جديدة. في عام 2007 بدأ ضيفنا ببيع القوارب في وقت لم يكن بيعها عبر الإنترنت متعارف عليه أبدا، ولكن الملفت جدا أن نجاح هذه المحاولة كان فوريا وعطل مفهوم بيع القوارب التقليدية، فقد أدخلت سمارت أون قوارب الإمارات العربية المتحدة إلى جميع القارات الخمس. أما في عام 2017 تجاوزت سمارت أون الإنترنت وقدمت خدمات نقل مائي في جزر المالديف والسيشيل من خلال أسطولها المتنامي المكون من 50 قاربا ويختا، كلها من صنع أحواض بناء السفن الإماراتية. للإبحار أكثر في هذه القصة الريادية يسعدني أن أحاول اليوم السيد توفيق حبيئة، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سمارت أون. Good morning توفيق. Glad to have you. صباح الخير توفيق، يسرنا استضافتك. شكرا على استضافتي هلا. توفيق، العديد يشاركونني الفضول لكي نعرف أكثر عن دولة الإمارات وتصنيعها للقوارب. هذه المسألة ليست معروفة جدا، ونحن اليوم لدينا الفرصة لكي نخبر العالم عن هذا التصنيع من خلالك. لماذا دخلت مجال العمل في القوارب؟ أخبرنا أكثر عن تصنيع دولة الإمارات للقوارب. شكرا جزيلا، هذا كان مفاجأة بالنسبة لي أنا أيضا عندما سمعت للمرة الأولى في هذا الموضوع. دولة الإمارات هي من بين الدول العشر الأولى في تصنيع وتصدير القوارب واليخوت. هذا أمر متقدم جدا صدقيني، ولذلك أنا قلت أريد أن أبدأ بشركة سمارت أون وأدخل إلى هذا المجال الذي يعطيني قدرة تنافسية كبيرة، بناء شركة هنا في دولة الإمارات والعمل على بيع القوارب. هذه الدولة التي تصنع القوارب، فأنا في المكان الصحيح. إنشاء أي شركة في أي دولة من العالم أمر صعب، وأنت تحتاج إلى شبكة قوية وإلى التشجيع والقدرات والفرص، وأن تختار الدولة المناسبة لفكرة تلك الشركة. كيف أمنت دبي كل هذا ودعمت عملك الذي هو متفرد؟ لقيت فعلا أو حصلت على دعم لا متناهٍ. لو أسست شركة سمارت أون في أي دولة أخرى لما كنت لأحقق نفس النجاح. أحد العوامل الرئيسة هو الموقع الجغرافي لدولة الإمارات، على وجه الأخص دبي ومرفأ جبل علي الذي هو مهم جدا لتصدير القوارب. لا يتم تصدير القوارب في الحاويات، فبالتالي عملية التصدير معقدة جدا من حيث الجانب اللوجستي. ومرفأ جبل علي هو الأكثر تقدما في العالم والأكبر في العالم، ويتصل بالمرافق المختلفة، وبإمكاننا أن نبيع القوارب إلى كافة دول العالم. عامل أساسي آخر للنجاح، وهنا اسمحوا لي أن أعطيكم مثالا حصل معنا خلال جائحة كوفيد-19. المستثمرون الإماراتيون وموقفهم تجاه المخاطر وكيف يدعمون الشركات حتى في أصعب الظروف. هذا قد حصل في مارس 2020. هلا تذكرين أننا كنا في إغلاق تام. كنت في المنزل، كنت جالسا في منزلي وأقوم باجتماعاتي عبر زوم، لم يكن بإمكان مغادرة المنزل، وكنت أسأل وأطلب من المستثمرين أن يستثمروا $6 مليون في شركتي لبناء القوارب أثناء إغلاق الشركة، إغلاق الصناعة، عدم تحقيق العوائد، وكنا مقتربين من الإفلاس. تخيلي أي مستثمر سوف يضع أمواله في شركة كهذا. وعلى الرغم من ذلك لن أدعي بأن الأمر كان بالأمر السهل، كان فعلا أمرا مضنيا والأصعب. ما كان الرقم $6 مليون؟ نعم $6 مليون، $6 مليون قيمة الاستثمار، ولكن $6 مليون كانت أغلبيتها عبر المستثمرين الإماراتيين، لأن المستثمرون الإماراتيون كما ذكرت هم محبي لأخذ المخاطر. وأقول بالطبع لقد كان هناك تمويل من شركة لبنانية، ولا أنسى ذلك.
ذلك. ولكن أكرر، الإماراتيون لديهم فعلا هذا حس المغامرة. دبي بنيت بناء على أخذ المخاطرة، هم يتحلون بشجاعة كبيرة لأخذ المخاطر. أخذ المخاطر قد ساعدنا على تخطي الجائحة، وساعد العديد من الشركات هنا لإيجاد التمويل اللازم لتحقيق النمو، كل هذا بفضل دبي. توفيق، هذا مذهل بالفعل. شركة سمارت أون وكل النجاح الذي حققتموه، ونهنئكم على ذلك النجاح، تمكنتم من أن تقدموا صناعة تصنيع القوارب إلى القارات الخمس، إلى العالم برمته. أخبرنا أكثر، كيف حصل هذا، وهل كان ذلك فعلا المحرك لكي تعملوا في سيشل والمالديف وغيرها؟ انطلقنا أولا كبيع القوارب عبر الإنترنت. لم يكن أحد يتوقع بأن أي شخص سوف يشتري القوارب عبر الإنترنت، ولكن نجح وتمكنا من أن نبيع القوارب عبر الإنترنت. الإنترنت يفتح لنا الباب أمام مجموعة كبيرة من العملاء. لا يمكن أن نحقق ما نحققه عبر الإنترنت بالطريقة التقليدية. هل سمعت بكينغ أوف تونغا؟ إذن نحن بعنا القوارب لكينغ أوف تونغا، فيجي، كونغو، في المكسيك وفي البيرو والكثير من الدول التي لم نسمع بها من قبل. هذا جعلني أشعر بالافتخار والرضا، لأنني تمكنت فعلا من أن أعرب عن امتناني لدبي لما قدموه لي، لأنه في مجال القوارب وتصنيع القوارب هذا يشبه بتصنيع السيارات. فأنت تسمعين أنا أحب السيارات الألمانية أو السيارات الإيطالية. اليوم لديك من يقول نحن نحب القوارب المصنوعة في دولة الإمارات. هذا ذكرني بما قرأته، قرأت مقالا على لينكدإن. هل أن دولة الإمارات تصنع القوارب، ونقارن هذا بتصنيع كوريا الجنوبية لتصنيع السيارات؟ نعم، بالطبع قطاع السيارات وتصنيع السيارات أكبر بكثير من تصنيع القوارب، ولكن من حيث القدرة التنافسية بإمكاننا أن نجري هذه المقارنة. أخبرنا ماذا تفعلون في سيشل والمالديف بعد 10 أو 12 سنة من بيع القوارب عبر الإنترنت وتحقيق الكثير من الأرباح. قلنا لما علينا أن نكتفي بهذا، لما لا نصبح نحن المشغلين ولا نكون فقط من يبيع هذه القوارب إلى العملاء. المالديف هي الدولة الوحيدة في العالم حيث لديك عدد أكبر من القوارب من السيارات، فبالتالي دخلنا إلى ذلك السوق، وفي فترة قصيرة جدا تمكننا من أن نتسلق هذا السلم ونصبح من الشركات المعروفة جدا. وفي كل الدول التي دخلنا للعمل فيها أصبحنا فعلا سفراء لدولة الإمارات، كوننا فعلا نبين للعالم كيف نقوم بالأعمال بطريقة محترفة جدا. و فعلا الجميع يسموننا، لسنا سمارت أون بل نحن مشغلي دبي، هكذا يشيرون إلينا ويسمون. هذا فخر لنا. نعم بالطبع إنه فخر. العديد من رواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة يشاهدوننا اليوم ويريدون أن يتعلموا من خبير مثلك. كل من هو مهتم في مجال القوارب وصناعة القوارب، ما هي التحديات الثلاث الأولى التي قد يواجهونها وكيف يتخطون تلك التحديات؟ من بين التحديات هي مرتبطة بشبكات أو شركات الصغيرة ومتوسط الحجم، جمع التمويل. ففسرت لكم كيف تخطينا هذا التحدي لجمع التمويل. هناك تحد في جمع التمويل، fundraising بالإنجليزية، هذا هو التحدي الأكبر لأن هناك تكلفة مرتفعة. أما التحدي الثاني، عندما ندخل إلى أسواق جديدة نحن نغير الأسواق بطريقة أو بأخرى، وبالتالي الشركات المحلية تشعر بأنكم تأخذون حصة من عملها. ولكن في المالديف كيف تعاملنا مع هذا الوضع؟ ما حصله أننا فسرنا لهم وبينا لهم بالأدلة بأننا هناك لكي نكمل ما يقومون به ولنقدم خدمة غير موجودة أصلا في ذلك السوق، واكتشفوا تدريجيا بأن الجميع استفاد من الخدمة التي قدمناها. هذا كان ناجحا. التحدي الثالث، وهو شبيه بما حصل مع جائحة كوفيد والبجعة السوداء، هذه الأزمة الكبيرة التي قد تضرب فينا من حيث لا نعرف. نحن حساسون جدا تجاه هذه الأزمات، ولكن هنا نبتسم ونتحدث عن شركة سمارت أون
خير دليل على أننا تخطينا كوفيد-19 ونحن حتى جاهزون لخوض مغامرة جديدة. سؤالي الأخير لك توفيق، كونك هنا في أكسبو وأنت شركتك تعمل على المستوى المحلي والدولي، كيف تنظر إلى الأثر الطويل الأمد لأكسبو 2020 على رواد الأعمال في المجال الذي تعملون فيه ومجالات أخرى؟ دبي معروفة، ولكن أكسبو 2020 قد ساعد أكثر على زيادة رغبة العديد بزيارة دبي. نحن من خلال عملنا لقد التمسنا ارتفاع عدد العملاء المحتملين الذين أتوا شخصيا لمقابلتنا خلال أكسبو. في الماضي هم لن يقوموا بتكبد عناء السفر لكي يتعرفوا علينا، يأخذون قرارهم على شبكة الإنترنت، ولكن الآن هم يأتون لزيارة أكسبو ويتعرفوا إلى مصانعنا. هذا قد زاد فعلا من معدل المبيعات، ونحن ممتنون جدا لدبي، ونأمل أن بعد الانتهاء من أكسبو 2020 دبي سوف يستمر هذا الزخم. توفيق حبي، مؤسس ورئيس التنفيذي لشركة سمارت أون، شكرا على تواجدك معنا. شكرا لك هالة. شكرا. وهلأ ننتقل لكم شهندة ومهران بمركز الأخبار لاستكمال فقرات أكسبو هذا الصباح.